السلام عليكم، كيفك يا خالتي؟ وعليكم السلام، الله يسلمك. فيك تحكي لي شيء عن الطفل اللي قدامنا؟ هذا طفل اسمه محمود الأشرفاني، بيعاني من ضمور بالدماغ، عمره 5 سنين. هو بحاجة إنه دائما ياخذ حليب كونه هو معاق. الحليب خالص من عنده من فترة كتير منيحة، يعني من 3 أشهر 4 أشهر ما عم ياخذ حليب. الحليب اللي إجا بالأمم ما كفى شهر، حتى عنده نقص بالأدوية، ما عم يصل الدواء اللي هو بحاجة له ما عم يصله. شو هو الدواء؟ دوفاكين. طب هلا هو قديه تقريبا له احتياجات من الحليب؟ هلا هو بثبت انه لازم ياخذ حليب يوميا تقريبا اقل شيء نص كيلو. ما يعني بيحسن اهله يامنوا له هالكميه؟ لا ما عم يامنوا له لا بيض ولا حليب، هو بحاجه انه ياكل بيض وحليب وحتى سودا وحتى لحمه، يعني كله هذا ما عم يامنوا له اياه. والدجاج الابيض لازم هو هاي الماده لازم يستعملها ما عم يامنوا. هذا الطفل اسمه جمال الأفندر، عمره 6 سنين ونص، هو معه شلل دماغي وطيف توحد. هلا هو بحاجة حليب الكلس، هو لسه هلا ما بيمشي، بحاجة حفاضات وبحاجة فيتامينات. هو بياخد زيت كبد السمك 7C، وبياخد تيغريتول للصرع، شراب تيغريتول، هدول كلهم مفقودين عنا تقريبا. بحاجة مدرسة، يعني مثله كان لازم 4 سنين يفوت على مدرسة ذوي احتياجات خاصة، كمان هي ما عنا. يعني نحن منطالب انه الام بس تشوف الاطفال وتشوف وضعهم، يعني هيك اطفال حرام، يعني ما ذنبهم اللي عم يصير. هلا هو بحاجه كالسيوم وبيض وحليب، عم تحسن دبوا له هالمواد؟ لا والله، يعني ما في، يعني حتى حليب اللي جابوه الام من زمان خالص من عنا، يعني ما في غذاء بنوب. يعني واهم شيء علاج دماغه، يعني بحاجه كثير لزيت كبد السمك وتيغريتول شراب الصرع، يعني ما في هيك حبة البركة السمسم، يعني هي كلها بحاجة مكسرات. يعني بعد ما كان عم يحكي ويمشي هلا تراجعت، حتى مشيته تراجع حكيه بسبب نقص الغذاء. هاي الطفلة اسلام الشماع، عمرها 8 سنين، عملت حادث وصار عندها نزف، وهلا هي بحاجة للحليب والبيض والغذاء الكامل. هي صار عندها نقص كلس ونقص بروتينات بالجسم، يوميا اقل شيء 3 كاسات حليب، وبحاجه انها تاكل بيض الصبح. هذا الشيء كله ممنوع عنها. طب هي عم تحسن توفر هاي المواد سواء لا. الحليب او البيض؟ لا لا بيض ولا حليب. فوت الهلال من 4 شهور كميه حليب وماي، ما قعدوا عندها 15 يوم 20 يوم، وهلا هي بحاجه ماسه للحليب. هي شو اسمها، الهزال اللي فيها من نتيجة نقص الكلس؟ نتيجة نقص الكلس وجميع المواد الغذائية.